اليوم هو أكثر يوم ممل على الإطلاق. ماذا الآن؟ هذه الأزهار جميلة. أتساءل. أوه يا أمي، أردت إخبارك بأنني أحبك. أوه يا لك من صبي لطيف. أجل لنفعل هذا. أوه أنا آتٍ. أوه يا إلهي، لقد تلفت. أمي، لدي شيء من أجلك، لأنك تعنين الكثير لي. واو، كل هذا لك. لأريك كما أهتم لأمرك. أراك لاحقا. والآن أنا عالقة مع هذه المهملات. أوه حسنا، مهلا، ربما يمكنني صنع شيء بها. أوه أجل، هل لديكم حاوية قديمة من الورق؟ اقلبوها وضعوا كأسا زجاجيا أعلاها رأسا على عقب، ثم ضعوا الأزهار حول حافة الكأس. استخدموا أي ألوان تحبونها، ثم صبوا راتن سائل في تلك المساحة. تأكدوا أنها امتلأت حتى أعلاها. لا تقلقوا، يمكن تغطية الأزهار به. انتظروا ليتصلب. والآن أزيل الكأس وستحظون بهذا السوار الجميل. إنه فريد من نوعه حقا، يمكنكم صنع مجموعة منها. أمي، هل تحبين الأفاعي؟ إنها ليست حقيقية، استرغي أهدائي. لقد نفذت مني مساحة الرسم. أهلاً، هل استخدمت كل ورقي؟ أوه لا، لا يمكنني الرسم الآن. أمي، هل أنت بخير يا عزيزتي؟ لقد نفذ مني الورق. لا تقلقي، شاهدي هذا. سأمرر جهاز الكي على الورقة وسيختفي الحبر. واو، سحر. والآن يمكنني الرسم. شكراً أمي. لا مشكلة يا عزيزتي، هيا ارسمي شيئا جميلا. انظري الى دميتي يا امي. هذا جميل يا عزيزتي. اشعر بالملل الان، سألعب بهذا الدب المحشو بدلا من الدمية. اه لقد سئمت هذا. بروم بروم. اه اريد العابا جديدة. ماذا يحدث؟ امك لا تحب الاصوات المرتفعة. هل لديك زر للاطفاء او شيء ما؟ حسناً، خذي مفاتيح السيارة. لا بأس، تفضلي. فكرت في أن ذلك قد ينجح. سيكون هذا ممتعاً جداً. أوهو، وإنها لامعة جداً، وكلها لي. ليس لدي رخصة قيادة حتى. ضعوا أحزمتكم، ستكون هذه قيادة سريعة. السلامة أولاً، لنفعل هذا. روم. أوه أنا أفضل سائقة على الإطلاق. بيب بيب، ابتعدوا عن طريقي. بيب بيب. واو، مرحبا، تفقدي سيارتي. إنها مذهلة. هل أنت بخير يا عزيزتي؟ أوه حسنا، فهمت الأمر. يا لها من سيارة فاخرة. ليت لدي سيارة مثل هذا، ليت كان بإمكاني فعل شيء. ها ما هذا؟ هل هذه سيارة لعبة؟ لابد من أن هذا يوم حظي. يمكنني إعطاء هذه لآني، لكنها تحتاج إلى قيادتها في مكان ما. أعلم وسأفعل. ضعوا تيشيرت أبيض على سطح مسطح. استخدموا قلم حبر أسود لرسم خط منحنى. افعلوا هذا حتى آخر التيشيرت. ارسموا خطا ثانيا لتصنعوا طريقا. والآن ارسموا علامات الطريق، وفور انتهائكم ابدأوا بتلوين الطريق. تأكدوا من التلوين حول علامات الطريق. حين تنتهون ستحصلون على شيء كهذا. حان الوقت لتشغيل محركات السيارات. يا آني، لدي شيء لأجلك، ولكن هذا ليس كل شيء. واو طريق، هذا مذهل. بروم بروم. إنه كتدليك بسيط. هذا رائع يا أمي، هذه أسرع سيارة على الإطلاق، شاهدي هذا. أوبس. لا بأس يا عزيزتي، إنه مجرد ألم بسيط في الظهر. ماذا لك؟ آني، إنه الليل، هل عليك أن تكون مضيئا هكذا؟ أوه هل أيقظتك؟ هذا مزعج جدا. حسنا، سأعود إلى النوم. لقد طفح الكيل، علي إصلاح ذلك. ها ماذا تفعلين؟ إنه منتصف الليل،
مرحبا، احتاج الى مساعدتك. هل اتصلت بي؟ احتاج الى ستائر. مدهش، لدي عينات رائعه هنا. تعجبني تلك. حسنا، دعيني اخذ بعض القياسات. حان وقت بدء العمل. لن يستغرق ذلك طويلا. جيد، انا متعبه جدا. انت انتبهي، لقد انتهيت. ما رايك؟ احسنت صنعا، لقد استحققت هذا. هل هذا كل شيء؟ هذا مضحك جدا. لا يهم، تفضلي. تسرني خدمتك. تسرني خدمتك. نانا، الآن يمكنني نيل قسط من النوم. سنرى بشأن ذلك. أو إنها ستائر جميلة. أو أهلا بالضحية الجديدة. أو بحقك، إنني أحاول النوم هنا. أو انظروا إلى تلك الستائر، تلك فكرة جيدة، لكني لا أملك شيئا فاخرا مثل ذلك. ماذا سأفعل الآن؟ يمكنني استخدام هذه البطانية. سأبدأ بفرد البطانية على سطح مستوى، ثم سأطوي حافة واحدة. سأستمر في طيها فوق نفسها، وسأكون عدة طبقات. حسناً، سأمسك بها من المنتصف. أحتاج إلى إحداث ثقب في القماش. هو هذا لطيف جداً. والآن أحتاج إلى تثبيت طبقاتي معاً. سأدخل هذا الخيط عبر الثقب، وأمسك بطرفه من الناحية الأخرى، ثم أفرد طيات القماش. أعتقد أنها جاهزة. هيا نعلقها. ينبغي أن تحجب هذه الضوء. مهلا أنت، هذا ليس عدلا. أو حسنا، صباح الخير. أوهو، هذا رائع، تبدو رائعة جدا. تليق الوشوم بي بالتأكيد. يا له من كوب شاي. ماذا فعلت؟ أو مرحبا يا أمي، ما رأيك؟ لا أصدق أنك فعلت هذا. أمي، أمي، أفيقي، ما الخطب؟ ما الخطب؟ انظري إلى حالك، تبدين وكأن أحدهم قد عبث بوجهك. تبدين سخيفة. أنا غاضبة جدا منك الآن. لقد طفح الكائن، ستأتين معي. هيا توقفي يا أمي. من فعل هذا بك؟ من؟ هذا محرج جدا. حسنا، تلك الفتاة هناك. من؟ تلك الفتاة؟ يبدو هذا رائعا. علي التحدث إليها، لنذهب. لكن يا أمي. اجلسي. مرحبا، هل يمكنني مساعدتك؟ أعتقد أن هذا من عملك. ماذا يجري؟ انظري إلى صغيرتي، أنت فعلت هذا. إنها تبدو مريعة. حسنا، إنه يعجبني. هل هي هكذا دائما؟ إنها ليست رسومات جيدة حتى، بل مجرد خرابيش. ماذا ستفعلين بشأن هذا؟ إنك تصيبينني بالصداع. اصمتي، الأمر ليس بمعضلة، إنها مجرد ملصقات. هل ترين؟ يمكنك الحصول على بعضها. ملصقات؟ لا أفهم الأمر. هل تقصدين أنها ليست وشوما حقيقية؟ يا إلهي، أشعر بالسوء الآن. أنا آسفة جدا، غالبا تعتقدين أنني امرأة مجنونة. أجل، لكن لا بأس، ستفاجئين من عدد مرات حدوث هذا. لم لم تقولي شيئا؟ لقد حاولت ذلك، لكنك رفضت الاستماع إلي. هل انتهينا من الحديث هنا؟ حسناً، ما زال علينا التخلص من الوشوم. لا مشكلة في ذلك، نحتاج إلى الشريط اللاصق. حقاً؟ كيف ذلك؟ نضع الشريط اللاصق على الملصق، ثم نضغط عليه قليلاً. والآن نقشر الشريط اللاصق ببطء، وسيزال الوشم فوراً. هذا سهل جداً، لقد أزلتها كلها. كم هذا مريح. إنني أفتقد وشومي، لا أحظى بأشياء جميلة مطلقاً. لنعود إلى المنزل. هذا مؤسف، أكره العيش معها. مهلاً؟ كلا، لا يمكن أن يكون وشماً، يفعلها دائماً من لا نشك فيهم مطلقاً. كان ذلك غريباً. ماذا أرتدي؟ انظروا إلى هذا المكياج، هل يمكنني استخدامه يا أمي رجاءً؟ حسناً، لكن لا تسببي فوضى. لا يمكنني أن أعدك بأي شيء. مهلاً، ماذا قالت؟ توقف عن التلوي. توقفي عن هذا. لقد جعلت أبي يبدو جميلاً. مرحبا يا عزيزتي. هذا ليس جيداً، إلا أنه يبرز عينيك. ليس لدي وقت لهذا يا أمي.
لكنك تحتاجين إلى سترة. أمي أنا لست طفلة. لن تكون إصابتك بالبرد أمرا جيدا، كذلك ستبدين جميلة. أمي توقفي عن هذا، هذا محرج جدا. لترتدي هذه السترة، هذا أفضل، تبدين دافئة جدا، وأعتقد أنك تبدين أنيقة أيضا. أنت تمزحينني أليس كذلك؟ والآن أسرعي، لن أرتدي هذا، لا يمكنك إجباري على هذا. ما خطب السترة؟ أنا أحب هذه السترة. هل ترين إنها تناسب إطلالتي؟ أراك لاحقاً. على الأقل خذي وشاحاً. ما الهدف من هذا؟ إنها لا تستمع إلي أبداً. سنرى من المحقة. الجو ليس دافئاً كما اعتقدت. يلا من رياح باردة. من يهتم؟ فأنا أبدو جميلة. هل الجميع هنا؟ لنبدأ. لا أشعر بأنني بخير. أتشو. شيرل، هل أنت مريضة؟ ارحلي من هنا. كنت آمل أن تقولي هذا. سأجمع أغراضي وأعود إلى المنزل. لا أريد أي جراثيم في صفي. ربما كانت أمي محقة. انذار كاذب. سأضع كتبي في خزانتي وأرحل. أتشو. الآن أحتاج إلى تنظيف خزانتي. سأتعامل مع هذا في يوم آخر. تسرني رؤيتك كثيراً، إنك تبدين رائعة. كم أنت لطيف. أنا أعني ما أقول، أنا معجب بك كثيراً يا شيرل. يا إلهي، سأقبلها أخيراً. هذا مقزز. هذا رومانسي جداً. سأتقيا. ابتعدي، خذي هذه المناديل. كريس، ما الخطب؟ يا للهول، هذا أسوأ شيء. يا له من يوم، تسرني العودة إلى المنزل كثيراً. أريد أن أستلقي في سريري فحسب. لماذا يحدث لي هذا؟ مرحباً يا أمي. هل عدت بالفعل؟ أشعر بأنني مريضة. تناولي هذا وستشعرين بالتحسن. هل تعنين ذلك؟ سأجرب أي شيء. واو، هذا مخاط كثير. أعتقد أنني فقدت شهيتي للطعام. أنا آسفة يا أمي. أخبرتك بأن ترتدي سترة. لقد تأسفت بالفعل. لا يمكنني أن أغضب منك طويلاً. علينا أن نداويك. ستؤدي هذه الحقنة بالغرض. مستحيل، أبعدي هذا الشيء عني. اهدئي، ليس الأمر سيئاً كما يبدو. ثقي بي، فأنا أعلم ما أفعل. سأضيف الملح إلى كوب الماء الساخن هذا. أعتقد أن هذا سيفي بالغرض. والآن سأملأ الحقنة به. سيحسن هذا كل شيء. ابقي ثابتة، سأرش الماء على أنفك وسيخرج هذا كل المخاط السائل والجاف. أنت عبقرية، يمكنني التنفس فعلا. شكرا لك يا أمي. إلى أين تذهبين؟ لا أحتاج إلى هذه السترة. كريس، كريس، لقد تخلصت من المخاط. هذا لا يصدق، لما أحاول معها حتى؟ انتبهوا أيها الطلاب، أريد منكم الإجابة عن هذا السؤال. إنه سؤال صعب. إنه صعب بالفعل، لا أعرف إجابة أي من هذه الأسئلة. كلا، لن يحدث هذا. هي، دعيني وشأني. لا، قلمي. مرحبا ماكي، هل لديك قلم إضافي؟ لقد كسرت قلمي أثناء مضغ. حسنا، تفضلي. حسنا، لننهي هذا الاختبار. أعلم أنني سأرسب. هل هذا مقلب؟ ما هذا؟ قلمي، أنت متوحشة. كيف حالك؟ هل يمكنني استعارة قلم منك؟ سأفعل أي شيء من أجلك يا آشلي. اثنان متتاليان؟ لما يحدث لي هذا دائما؟ لا أصدق هذا. أنا أقوى مما أظن. بدأ الوقت ينفد، يجب أن أسرع. يمكنني استخدام أي من هذا. هل يمكن أن يساعدني أحد؟ لا تفكري في الأمر حتى. مهلا، لما تنظرين إلي؟ اعثري على غبي آخر. أتعلمون؟ أنا لا ألومهم. عذرا، هل لديك قلم؟ لا بأس يا آشلي، يمكنك الحصول على هذا. لا، توقفي، خبئي أقلامك. هل فاتني شيء؟ أتعلمين؟ يبدو أنني فقدت كل أقلامي. لكن رأيتك للتو تحملين واحدا. ليس لدي فكرة عما تتحدثين عنه. حسناً، سأنهي الاختبار بهذا القلم. هذا بلا فائدة. لا يمكنني مشاهدة هذا. أعرف ما علي فعله. سأخذ حافظة الحبر هذه من قلمي. سأصنع لها قلماً لا يمكن كسره. لدي هنا قالب قلم. سأضع حافظة الحبر بداخله، ثم سأزينه. سأضع بطلات الأزهار في القالب. سيكون جميلاً جداً. لدي هذا الوعاء الصغير من المادة البراقة. سأضيفها إلى القليل من الراتنج الإيبوكسي.
ثم أحركه جيداً. يجب أن يصبح المزيج متجانساً. يبدو هذا جيداً. يمكنني الآن سكب الراتنج الإيبوكسي في القالب. يجب أن أغطي الأزهار. علي ملء القالب بالكامل، ثم سأنتظر حتى يصبح صلباً. يمكنني الآن إزالته من القالب. لقد أخرجته بسرعة. واو، انظروا إلى هذا. من الأفضل أن أعطيه لآشلي. واو، هل هذا لي؟ أنا متحمسة لاستخدامه. انظروا إلي. يا آشلي، هل تمزحين؟ هي، لم يكسر أبداً. إنه قلم مذهل. سأتحقق من ذلك مرة أخرى. أجل، هكذا تثبت آشلي ذلك. هذا مؤثر حقاً. برافو، شكراً لكم جميعاً. لقد أتى اليوم المنتظر. سأقضي وقتاً ممتعاً وأحتفل. ماذا علي أن أرتدي؟ لنرى. يبدو هذا جيداً. خيار ممتاز. من الأفضل أن أستعد. واو، أبدو بمظهر جميل. ينقصني شيء. يجب أن أكون مميزة. لدي فكرة مذهلة. هذا ما أحتاج إليه. هذا مثير جداً. واو، من الرائع إضافة بعض البريق إلى مظهري. أريد رؤية مظهري. يا إلهي، أنا جميلة للغاية. أعتقد أنني مستعدة. مهلاً. كان تاج آشلي فظيعاً بالفعل. كان ذلك مؤسفاً حقاً. لقد ضحكت كثيراً عند رؤيتها. لا أريد ارتداء هذا التاج بعد الآن. على من أكذب؟ لا تناسبني الحفلات. سأستلقي على الأريكة وأندب حظي. لن أخرج مجدداً. ماذا يحدث؟ تمكنت من الهبوط بسلاسة. ما المشكلة يا آشلي؟ مرحباً. لا تحدث لي الأشياء الجيدة أبداً. ماذا يحدث؟ من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ أنا جنيتك. ما هي مشكلتك؟ أليست واضحة؟ أردت الظهور بمظهر جيد لحضور الحفل. هل هذا هو كل شيء؟ يجب أن تذهبي إلى الحفل. لا يعجبني هذا. افعلي شيئاً. هادران، إنها العصا الجديدة. لا تفعلي هذا مجدداً. لا بأس، امنحيني لحظة واحدة. ربما لو. مهلاً، هذه العصا غريبة الشكل، لكن أعتقد أنه يمكنني استخدامها. سأجدد مظهر هذا التاج. سأستخدم قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد لتحديد التاج. سأرسم به حول الجواهر. أريد أن أصنع إطاراً. يعجبني هذا اللون. الآن سأستخدم لوناً آخر وسأغطي به الأحجار الكريمة. يجب أن أغطيها تماماً. ولن أنسى هذه الأحجار الصغيرة. يمكنني الآن إزالته بحذر. والآن رحبي بتاجك الجميل. أعلم أنا مذهلة. تفضلي. يا إلهي، لقد تأثرت كثيراً. إنه يناسبك تماماً. مهلاً، ماذا يحدث؟ سيعجبك هذا الجزء. واو، لا أصدق هذا. هذه النظارة غير مناسبة لهذا الثوب. واو، انظروا إلي. أنا جميلة. شكراً جزيلاً. أين ذهبت؟ ليس هناك كلمات تصف فرحتي بهذا، لكن أحتاج إلى قضاء يوم في منتجع. لكن ماذا يمكن للمرء أن يفعل؟ انظروا إلى هذه الحلي. أتذكر حين كنت أملك أساور ذهبية وماسية. لقد تغيرت الأمور حقاً. ما زلت أعتقد أنها جميلة يا أمي. تبدين دائماً أنيقة جداً. كم هذا لطيف منك يا عزيزتي. من الأفضل أن أذهب. ودعني أدرس. فلتحظي بيوم رائع يا أمي. هذه فرصتي. يمكنني أخيراً أن أنقض على علبة حلي أمي. انظروا إلى هذا. سأبدو مثل عارضة. ماذا لديها أيضاً؟ انظروا إلى هذه الأقراط وهذه الخواتم. لقد وصلت إلى المنزل أخيراً. هل وصلت أمي بالفعل؟ هذا ليس جيداً. مرحباً يا جراس، لقد عدت. أتوق للراحة. ماذا سأفعل؟ هذه فوضى. سأقع في المتاعب. هيا. هذا لا ينجح. لنبطئ الوقت. هذا مثالي. مهلاً، هذا رائع جداً. لم أكن أعتقد أن هذا سينجح. أمي؟ ياها. إنها لا تدرك أنني هنا. مهلاً، يمكنني استخدام قطعة الورق المقوى هذا. هذا ما أحتاج إليه. سأضع يدي عليها ثم سأرسم حولها.
أريد رسم مخطط يدي، سيكون هذا رائعاً، سأثير إعجاب أمي. حسناً، لقد انتهيت من أول جزء، ثم سأقصها وسأضع الغراء عليها. سأمرر الغراء على رسمة يدي، أريد التأكد من وضع كمية كافية. يبدو هذا صحيحاً. ثم سألصق يداً أخرى عليها، ثم يأتي وقت الطلاء. يبدو هذا اللون البرتقالي زاهياً جداً، لقد أحببته، سأتركها لتجف. سأصنع قاعدة لها من قطعة دائرية من الورق المقوى. هذا هو المنتج النهائي، صافحني. أوه، لقد نسيت أمي، لا يمكنني التسكع طوال اليوم، ما زال لدي أشياء لأفعلها. علي الذهاب، معذرة، أنا أمر. أوبس، كنت أنسى، كل هذا الاندفاع في المكان أشعرني بالجوع، أحتاج إلى وجبة خفيفة، وأعلم ما أحتاج إليه تماماً. أعطني إياها، فأنت تتبعين حنية غذائية على أي حال يا أمي. أنا مرهقة، لنعيد الأمور إلى طبيعتها. مرحبا يا أمي. ماذا يحدث هنا؟ انظري إلى قلاداتي، كيف يمكنك فعل هذا؟ لا تفزعي، كل شيء تحت السيطرة. ما هذا؟ هل هي لأجل الحلي خاصتي؟ إنها فكرة جيدة، سأضع خواتمي هنا، هذا رائع، ستحافظ على كل شيء مرتبا وجميلا. لا أصدق أنك صنعتي هذا، أنت موهوبة جدا. أجل، أعلم ذلك، أهني، إنها مفيدة جداً. أنت تستحقين مكافأة. ماذا؟ كيف حدث ذلك؟ هذا غريب جداً. شكراً يا أمي، أحب الشوكولاتة، إنها لذيذة جداً، تفضلي. شكراً يا عزيزتي، عانقيني. تبدو هذه رسمة جيدة، ماذا أفعل أيضاً؟ سألعب بألعابي. خذي هذا، أحب الديناصورات، إنها رائعة جداً، إنها أفضل حيوانات أليفة. على أي حال، ماذا كنت أقول؟ هو أجل. انظروا إلى غريس، إنها تملك مخيلة خصبة، أتمنى لو كان بإمكاني فعل شيء لها. دعوني أفكر، ستحب هذا، لكنه باهظ جدا، لا يمكنني تحمل تكلفته. ماذا سأفعل؟ مهلا لحظة، ربما يمكنني صنع شيء بدلا منه. أحتاج إلى بعض الورق المقوى، لحسن الحظ أملك الكثير منه. سأبدأ بهذا الصندوق الكبير، سأحضر المقص، سأصنع شقا مائلا على هذه الطية، سأقص حتى الزاوية، سأفعل الشيء نفسه على الجانب المعاكس. ثم يأتي وقت مسدس الغراء الوفي، سأضع الغراء على الحافة، لكني لا أريد أن أحدث فوضى. ثم سألصق هاتين الطيتين معا، وسأصنع ثقبا هنا. قطعت صندوقا آخر ليبدو مثل رأس ديناصور، يمكنني وضعه بالأعلى، علي طلاءه. الأخضر هو اللون المثالي لديناصور، ورذاذ الطلاء سيسرع الأمور. ما زال لدي الكثير لأفعله، سأمرر الغراء على الرأس، وسألصق هذه القطعة المدببة على قطعة الورق المقوى. يبدو هذا جيداً، سأفعل الشيء نفسه بمؤخرة الصندوق. سأضع الغراء من الأعلى حتى الأسفل، هنا سأضع الذيل، ثم يأتي وقت اللمسات النهائية. جربيه يا عزيزتي. يا إلهي، أنا ديناصور. تراجعي، سأنال منك. إنه مرعب. أنا أحب الرسم والتلوين. أمي، رسمت سيارة، أحتاج المزيد من الأوراق. حسناً عزيزي، تفضل. سأرسم باللون البنفسجي، أحتاج المزيد من الأوراق يا أمي. أنت سريع في الرسم، تفضل. لا، نفدت كل الأوراق. آسفة يا عزيزي، لم يعد لدي ورق. يا للهول، لا تبكي، لدي حل، أعرف حلاً ممتازاً. سأحتاج قطعة كرتون كهذا، سأرسم عليها الآن. ورث مهارة الرسم مني، الرسومات جاهزة، سأضيف طبقة من الشريط اللاصق. انتهيت، سأطوي الكرتون لجمع كل الرسومات. كيفن، انظر ماذا لدي، هل تريد أن تلون هذه السلحفاة؟ أترى بهذه الطريقة، لكن يمكنك تلوينها قدر ما تريد، أليس هذا رائعاً؟ واو، أعطيني إياها، سألون هذا الحيوان. مهلاً، هل هذا كريس؟ واو، إنه في إيطاليا، وهو يبدو وسيماً. علي نشر صوري الخاصة، ربما سيعجب بها. سأحرص على التقاط صور جانبي الأجمل، سأبدو جميلة جداً. حسناً، دعوني ألقي نظرة. ماذا؟ أبدو جيدة، لكن الخلفية،
أوه، لا يمكنني نشر هذا. دعوني أجرب زاوية مختلفة. كلا، هو أعرف. سأجري مكالمة سريعة. مرحبا، صوري الذاتية مريعة. افعل شيئا ما. سارك قريبا. ماذا تفعل الآن؟ والآن سأنتظر. أوه، كان هذا ثقيلا. واو، ها قد أصبح جاهزا. أعطيني ثمنه. استمتعي. هذا ما أحتاج إليه تماما. واو، إنه مثالي. لطالما رغبت في السفر. هناك خيارات متعددة. هاو، برج بيزا. ابتسمي. تبدو هذه مذهلة. هاو، انظروا إلى هذه الإعجابات. أنا شعبية جدا. إنها محظوظة للغاية. أريد فعل ذلك أيضا. لدي فكرة. يمكنني استخدام لوح الكرتون هذا. يمكنني رؤية العالم من دون مغادرة غرفتي. حان الوقت لأطلق العنان لإبداعي. أولاً علي صنع إطار، ثم أقصه. سألصق الإطار على لوح الكرتون. سأضغط عليه لأتأكد من أنه ثابت. قصصت شريطاً صغيراً من الكرتون وسأغطيه بالصمغ، ثم ألصقه أفقياً على الإطار. سألصق شريطاً آخر أفقياً. إنه أشبه بإطار النافذة تماماً. وقد صنعت نصر عيني أيضاً. والآن سأعلقها على الجدار. تبدو هذه بقعة مثالية. ها، باريس. أفضل الذهاب إلى الجبال. هاو، ماذا عن إيطاليا؟ سألتقط صورة سريعة. هاو، تبدو هذه رائعة. أيا كنت، ستستفيدين بهذه الحيل الرائعة بالقلم ثلاثي الأبعاد. لا يمكنني تخيل شرب عصير ليمون غير طازج. أشعر بالملل. من الأفضل أن أخرج، لكني أحتاج إلى زوجي أحذية. حسناً إذن. أيها الخادم. نعم يا سيدتي. أحتاج إلى حذاء. هذه مهمة سهلة. اخترت ألمع زوجي أحذية. لا. أو حسناً. أوف، أحمر فاقع. لا. صندل. ماذا عن الأحذية الرياضية؟ لا. من الصعب اختيار الحذاء المناسب أحياناً. يعجبني تاجي على الأقل. حسناً يا سيدتي، هذا آخر زوجي أحذية. الجو غير ممطر اليوم. لا تطرديني أرجوك. أغرب عن وجهي. يجب أن أتصرف. هل يمكنني صنع حذاء بنفسي؟ يا إلهي، سأصاب بالجنون. هل ترتدي هذا الزوج؟ إنه كل ما تبقى. إلا إذا هذه النبتة جميلة. وجدتها. استخدمي قلماً ثلاثي الأبعاد لملء الفراغات. واصلي حتى تحصلي على الشكل المطلوب. وحصلنا على نعل. أحضري وعاءً ورقياً كهذا وقصيه إلى نصفين. استخدمي القلم للصقه، سيبقى ثابتاً في مكانه. واصلي. وبعد الانتهاء من ذلك، أخرجي القطعة الورقية. استخدمي شريط زينة لجمع خطوط الغراء. واربطيه في فيونكة. يا للروعة، سيعجبها هذا الزوج. سيدتي، وجدت زوج الأحذية المثالي لك. ما رأيك؟ حقاً؟ أجل. حقاً؟ يا إلهي، أمل أن يعجبها. أحتاج هذه الوظيفة. هل أنت متأكد؟ تعتمد حياتي على هذه اللحظة المصيرية. لا تقلق، سأرتدي. هذا الزوج جميل. أمل أن يكون بمقاسي. ممتاز، كما أنه مميز، سأستعرضه على الإنستغرام. هذه الكومة، هل يجب أن أفعل كل شيء هنا؟ حان وقت تفريش أسناني.
أجل، معجون الأسنان ممتع. يا للهول ما هذه الفوضى؟ على الأقل ينظف أسنانه. يجب أن أحل هذه المشكلة. سأضع معجون الأسنان في فتحات هذه اللعبة. عزيزي، استخدم معجون الأسنان هذا. واو، سأشرب الشاي وأسترخي. أمي، انظري، حل هذا اليوم أخيراً. أوف، اتسخ ردائي. حسناً، هيا يا ولدي، يجب أن تبدو في أفضل حلة. لنذهب إلى الروضة. أمي، إنها تمطر. ماذا سأفعل؟ أوه، لا تبكي يا ولدي، انظر، هذه مظلة. أوه صحيح، ضربتها صاعقة. أريد الذهاب للروضة. انتظر يا عزيزي، أين المناديل؟ لحظة، ستارة الحمام، إنها الحل المنشود. سأبدأ بطيها بهذا الشكل. سأحتاج إلى المقص الآن. سأقص طرف الستارة. أصبحت هذه القطعة جاهزة. سأستخدم مكواة الشعر بهذه الطريقة. انتهيت، أصبح الرداء جاهزاً. انظر، ما رأيك؟ هل أعجبك ردائي الواقي من المطر؟ أجل، صنعت واحداً لك أيضاً. سنذهب الآن إلى الروضة دون أن تتبلل. املئي حقنة بإيبوكسي لامع بالجليتر، ثم حقنيها في قالب على شكل فراشات. اتركي الإيبوكسي ليجف، ثم انزعيه من القالب. اصلي سلسلة وخطافاً بالجناحين، فستحصلين على أقراط جذابة. عجباً، إنها تبدو جميلة. من قال إنه يجب أن تكون الأقراط باهظة؟ مرحباً يا دافيد، أترى شيئاً يعجبك؟ هناك أشياء كثيرة للاختيار من بينهما. أحب هذا. عجباً، هذه جميلة جداً، ولكن لا أعتقد أن بإمكاني شراء أي شيء. سأذهب فحسب. ودعاً، ربما ينبغي علي أن أصنع إكسسواراتي بنفسي. لدي كل ما أحتاج إليه هنا. لنلقي نظرة. أو سيكون هذا مفيد. سأضع الخرز في خيط. هذا أصعب مما ظننت. كتو، هيا، فعلتها، والآن سأربطه فقط. أوه، لنجرب هذا مجدداً. أنا سعيدة بهذه النتيجة. إنه صغير قليلاً. ربما يمكنني أن أجعله ينزلق على يدي. حسناً، لن ينجح هذا. أحتاج إلى تمديد. كلا، ليس مجدداً. هذا مزعج جداً. صفح الكيل، سوار أحمق. أردت شيئاً جميلاً فحسب لأرتديه. من أين أتى هذا الليمون؟ عجباً، انظروا إلى هذا، يوجد الكثير. يمنحني هذا فكرة. إن كنت محبة للفاكهة والحلي فستحبين هذا. قطعي قطعة ليمون إلى شرائح. انتبهي لأصابعك. ضعي شرائح الليمون على صينية خبز وضعيها في فرن دافئ. اطهي الليمون حتى يجف. هكذا تماماً. ولكن هذا الليمون ليس للأكل. وفي الخطوة التالية، املأي حاوية بزجاج سائل. استخدمي عصاً خشبية لغمس الليمون في الزجاج السائل. تأكدي من أن شرائح الليمون مغطاة بالكامل. ودعي السائل الإضافي يتساقط. ضعي خطاف أقراص في الثقب الذي أحدثته العصا الخشبية. وكرري الشيء نفسه مع باقي الشرائح. رائع، أحب هذه الأقراط. ستكون الطبيعة الأم فخورة. حان الوقت لأكسب بعض المال. أنا جاهزة للعمل. ما رأيك؟ أحببتها، سأخذ زوجاً. تفضلي. مرحباً يا إيفا، أحببت أقراطك. أيمكنني مبادلة معك؟ بالطبع، تفضلي.
عجبا، أردت هذا حقا، إنها لطيفة جدا. حسنا، لنبدأ بوضع هذه المصاصات بالإطار هكذا. والآن سأضيف إليها راتنج الإيبوكسي. يجب التأكد من أنه يغطي الإطار من جميع الاتجاهات. أعتقد أن هذا كاف. والآن سأضيف الحلوى. إنها جميلة جدا وبألوان زاهية. لقد وزعتها وسأنتظر حتى يصبح الراتنج صلبا. تدا، لدي إطار صورة شهي مصنوع من الحلوى. وما رأيك بذلك يا سيد يونيكورن؟ حسنا يا كيك كيتن، أعتقد أنها فكرة رائعة. أجل لنحتفل ببعض القبولات. سنقيم حفلا راقصا لليونيكورن وكيتي كاتي. ما هذا؟ سيعرض لنا شيئا. لدينا إصدار محدود من حافظات الهاتف بتصميم اليونيكورن. أو يا إلهي، تحركوا الآن، لدينا عدد محدود بسعر 200 دولار. اتصلوا بنا حالا. أريد هذا، أريد الآن. أمي، ما هي؟ ما المشكلة؟ هل أصبت بأذى؟ حسناً توقفي. ماذا؟ انظري إلى التلفاز، أريد ذلك. ها؟ هل تمزحين؟ 200 دولار ثمن حافظة للهاتف؟ انظري إنها رائعة، أريد واحدة أرجوك. حسناً عزيزتي، لنرى كم من المال لدي. متحمسة للحصول على حافظة الهاتف بتصميم اليونيكورن. أمي ثرية جداً، أراهن أنها قادرة على شراء 2. يا إلهي عزيزتي، لقد أفزعت أمك. يبدو أن أمك لا تملك الكثير من النقود، لا يمكنني أن أشتري لها حافظة الهاتف تلك. ما الذي هناك؟ أعتقد أنه سينفعني. مرحبا، أريد حافظتي هاتف من فضلك. هاي، انتظري يا عزيزتي، لدى أمك خطة رائعة. حسنا، لدي قالب على شكل يونيكورن، ولدي بعض من راتنج الإيبوكسي. يجب التأكد من وضع ما يكفي من الراتنج لملء القالب كله. ليس علي الآن سوى الانتظار إلى أن يجف. والآن سأضيفه إلى حافظة الهاتف مع الأشياء الأخرى. ممتاز، أعتقد أنها ستحبه. تينا، انظري ماذا أحضرت لك، مفاجأة. واو، حافظة للهاتف بتصميم اليونيكورن، إنها أفضل من تلك التي في التلفاز. تعجبني كثيراً، إنها الأفضل بلا شك. مهلاً، ما الذي يعرض على التلفاز الآن؟ أصبحت حافظات الهاتف قديمة. لدينا الآن سماعات رأس موديلة. استمتعوا بسماع الموسيقى بهذه السماعات الجميلة. واو، تماماً مثل كيكاتي. هل يعطيك هذا شعوراً جيداً يا روفر؟ لا مثيل لتدليك جيد. يتصل جاستن بي، علي رد علي. لقد نسيت تماماً أننا سنخرج معاً الليلة. مرحباً يا جاستن، إنني أستعد. حسناً، أراك حينها. ودان، علي الإسراع. لدي فرون على بلوزتي، لا يمكنني الخروج هكذا. إنه في كل مكان، هذا مزعج جداً. أنا أحب هذا الزي كثيراً. أعتقد أن علي تبديل ملابسي، من الأفضل أن أسرع. هذا أفضل. ماذا؟ لا تنتقدوني، إنه مريح. لكن ماذا سأفعل بشأن روفر؟ لن أتركه مع كريس. مهلاً، أعلم ما سأفعل. سأحضر بعض الملابس. أعتقد أن هذه ستفي بالغرض. هل أختار سترتي الجلدية أم سترة كريس السخيفة؟ السخيفة تفوز. أحتاج إلى بعض قمصاني أيضاً. سأملأ السترة لأبطنها. سيكون هذا كافياً، ويمكنني استخدام هذه الجمجمة. يمكنني وضعها في غطاء الرأس. يبدو أنني حصلت على جليس كلاب. لقد رأيت من هم أسوأ منه. يا روفر، تعال إلى هنا، لدي شخص أود أن تقابله. سيعتني بك هذا الرجل المريب بينما أخرج مع جاستن. لا تقلق، إنه لا يعض. إنني أقصد روفر. هكذا تماماً، اتخذ وضعاً مريحاً. مرحباً يا جاستن، علي تغيير موعدنا، فلدي حالة طارئة. كسر كريس ضفرة. أنت صديقتي المفضلة يا ميمي، أريد معانقتك فحسب. فراؤك ناعم للغاية. مهلاً، كلا، توقفي. أعتقد أنني ابتلعت بعضه. إنني مبتل تماماً. لا بأس، أعلم أنك فعلت هذا كدليل على حبك، لكن علي تغيير ملابسي. إن رائحتي كريهة، لا أصدق أن هذا حدث، لكن على الأقل لم يكن برازاً. من الأفضل أن أرتدي شيئاً آخر. ماذا حدث لملابسي؟ لقد اختفت. ماذا سأفعل؟ تبقى حل واحد فحسب، سأضطر إلى ارتداء ملابس ماندي. أبدو جيداً فعلاً بهذه البلوزة. ميمي، هل تحتاجين إلى التبول مجدداً؟ مهلاً، لدي فكرة رائعة، إنه جاهز. ميمي، لقد دنيت لك مرحاضاً. هيا، الآن ستتمتعين ببعض الخصوصية. هل انتهيتي؟ تذكري غسل كفوفك. أنا فخور بك جداً.
أحب الروك. استمع إلى مقطوعة الجيتار المنفردة يا روفر. إنهما يبدوان سعيدان للغاية. علينا فعل شيء كهذا يا ميمي. لا، لست محبة للموسيقى، أليس كذلك؟ لا بأس، سنفكر بشيء آخر لنفعله. سنستمتع بأي كان ما سنفعله. ميمي، إلى أين تذهبين؟ أريد أن أكون مثل ميندي وروفر فحسب، لكن ميمي تدفعني بعيداً دائماً. يبدو روفر مرتاحاً للغاية. هذا هو الحل. علي أن أجعل ميمي تشعر بارتياح أكبر. حان الوقت للتسوق على الإنترنت. أريد أن أحصل على الهدية المثالية. لنرى ما يمكنني الحصول عليه. هو، انظروا إلى هذا. هذا مثالي، لكنه باهظ جداً. إلا إن ذهبت إلى أمي. مرحباً يا أمي، تبدين جميلةً اليوم. هو، شكراً يا عزيزي. كنت أتساءل إن كان بإمكاني الحصول على مصروف إضافي. ماذا؟ هل أنت جاد؟ هذا مضحك. كنت أحتاج إلى الضحك. شكراً يا كريس. حقاً، عرفت أن هذه ستكون فكرة جيدة. دعني أتفقد محفظتي. هل في دولار؟ هل جننت؟ لا أملك مالاً. هل ترى؟ صحيح، إذن هذه إجابة بالرفض. أعتقد أنني سأبحث عن فكرة أخرى. لا أعلم ماذا أفعل. مهلاً، حامل ملفات أمي. هذا ما أحتاج إليه تماماً. ربما لن تلاحظ اختفاءه. آسف يا أمي، لكنني سأخذ هذا. سأشرح الأمر لاحقاً. علي الذهاب. حان وقت العمل. أوهو، أحياناً أفاجئ نفسي. بنيت منزلاً صغيراً لميمي، لكن ينقصه شيء. هذا أفضل. هو، إنه مذهل. يا ميمي، تعالي وتفقدي هذا. هو، كان هذا سريعاً. لابد أن هذا يعني أنه أعجبك. تبدين سعيدة للغاية. أنا أحبك. يا للهول، ما هذه الفوضى؟ إنه عمل للأم الخارقة. سننظف هذا المكان في لمح البصر. حفاضات متسخة. ها؟ وداعاً. لا أحد يعبث مع الأم الذكية. أوه، كنت تحبين هذا الديناصور. سأبيعه لطفلنا آخر. أظن أن رائحتها قوية. أوه، قلمي، ماذا فعلت بك؟ المبرة قادمة لإنقاذ الموقف. ما أجمل هذا الشيء، يبدو مثل لعبة. أمي، انظري، هذا رائع. مهلاً، لدي الكثير من أقلام التلوين. ستكون النتيجة رائعة. ما أجمل هذه الألوان. كل ألوان قوس قزح. حان وقت رسمة جديدة. أمي، أين كل أقلام التلوين؟ لحظة، الحل أمامنا مباشرة. سأضع هذه المصابيح الصغيرة داخل الصندوق، ثم سأغطي فتحة الصندوق العلوية بغلاف بلاستيكي. سأغلق الحواف بإحكام. بعد الانتهاء من ذلك، سأحضر برطمان سكر. سأسكب السكر على كافة السطح. سأواصل حتى يبدو بهذا الشكل، ثم سأطفئ أنوار الغرفة وأستخدم أصابعي لرسم أشكال جميلة. عزيزتي، تعالي. ها؟ واو، هذا رائع للغاية. يمكنك رسم ما تريدين. سأرسم سمكة. كنت متأكدة أنها ستعجبك. ستحبين هذا كثيراً. خذنا دائرة من الصلصال وضعنا عليها قطعتي بسكوت على شكل قلب. اضغطنا برفق للأسفل على القطعتين. أزلنا زوائد الصلصال بحرص، ثم ضعنا القطعتين جانباً. املأنا منتصف القلب براتنج الإيبوكسي. استخدام المحقنة في هذا يجعل الأمر سهلاً. اتركنا الراتنج ليجف، ثم انثرنا عليه بعض الجليتر، ثم ضعنا فوقه القلب الآخر. هذه القلادة جميلة جداً. أوه، انظرنا إلى هذا. القلادة مذهلة. أخذت هذه الجنية واجبي المدرسي. ماذا؟ ما زالت نائمة؟ لكن كم الساعة الآن؟ إنها 7:30. لقد تأخرت في النوم. تينا، تينا، عزيزتي، يجب أن تنهضي، ستتأخرين. 5 دقائق إضافية. حسناً، إن كانت الأمور ستسير هكذا. تينا، انعضي من السرير. أوه، يمكنني أن ألبسك. لماذا هذا الصوت الصاخب؟
ها؟ من هنا؟ صباح الخير يا عزيزتي، حان وقت النهوض. ماذا؟ لماذا؟ لماذا عزيزتي؟ انظري إلى الساعة، إنها 7:30، الجدول واضح تماماً، يجب أن تنهضي عند 7. أو صحيح، الجدول والمدرسة. دعك من أي شيء آخر، هيا عليك ارتداء ملابسك الآن. توقفي يا أمي، يمكنني ارتداء ملابسي بمفردي، لست طفلة صغيرة. أو تبدين جميلة جداً كأميرة صغيرة. يعجبني هذا الزي كثير، شكرا أمي. يا إلهي شعرك، يجب أن أفعل شيئا حياله فورا. لا أمي، أبعدي هذه الفرشاة الضخمة عني، إنها مخيفة وتؤلم رأسي. حسنا، يجب أن أفعل شيئا لشعرك. بل اللحظة، ربما يمكنني عمل شيء لترتيب شعرك. خطرت لي فكرة، ستعود أمك حالا. حسنا، لدي هذه القوالب لمشابك الشعر، سأضيف إليها حبيبات الحلوى، سأملأها بالحليب وأسكب فوق الراتنج. سأستخدم راتنج الإيبوكسي الشفاف لتظهر الحلوى من خلاله بوضوح. يجب التأكد من أن الحلوى كلها مغطاة بالكامل. ها هي جاهزة، سأضيف إليها الآن المشابك وأنتظر حتى تصبح صلبة. إنها جاهزة للخروج من القوالب. عزيزتي، انظري ماذا صنعت لشعرك. علي مصنوعة من حبيبات الحلوى. واو، إنها جميلة. أمسكيها بينما أمشط شعرك ليتمكن من وضعها علي. لنستخدم الآن واحدا من هذه المشابك، واحد على هذا الجانب وواحد على الجانب الآخر. ياي، شعري مزين بالحلوى. شكرا أمي. طبعا، وتبدين جميلة جدا. هولا، يجب أن أوصلك إلى المدرسة، هيا أسرعي. حسنا عزيزتي، لنلقي نظرة على غرفة اللعب، تبدو مرتبة. هناك الكثير من الأشياء. أوف، هناك مواضع خطر كثيرة هنا. كلا، ابقي هنا يا عزيزتي، لا تتحركي، سأجعل هذه الغرفة آمنة لك، ستساعدني هذه الأغراض. يجب أن أغطي الزوايا الحادة، سيساعدني الشريط اللاصق كثيرا. أوف، يبدو كل شيء آمنا الآن، كان ذلك مرهقا. حسنا عزيزتي، هل أنت مستعدة للعب؟ هاي آي، لقد سقطت. مرحة، وقت اللعب. لحظة، لا تتحركي، كان ذلك وشيكا، بقيت خطوة واحدة فقط، سأضع قطعة من الشريط اللاصق على الأرضية ثم سألصق السجادة عليها، هكذا ستبقى في مكانها الآن. يمكنك اللعب الآن. مرحة، وقت اللعب. أوف. أهلا بأميرتي الصغيرة، ما أظرفها. سأحتفظ بالباقي لوقت لاحق. أنا جائعة، هبي، أريد حلوى. حسنا، تفضلي. انتهيت منها، هذه الحلوى لذيذة. صحيح، حلوى المصاص. يا، إنها مقرفة، حلوى المصاص مقززة. يا إلهي، لا تقلقي، خذي هذه بدلا منها. خطرت لي فكرة عبقرية، تناسبها تماما. انظري، خذي حلوى المصاص الجديدة. خذ أنت هذه الحلوى. أوف، سأحتفظ بها لوقت لاحق، سألعب بكرة الشاطئ الآن. الفن، إنه مذهل، أليس كذلك؟ لنلقي نظرة عن قرب. انظري إلى كل هذه الأعمال الفنية، لم أتوقع هذا. لنواصل التحرك. ماذا لدينا هنا؟ تمثال نصفي صغير، هذا يلهمني. حان وقت العمل، قالبي على شكل صندوق جاهز، اسكب المادة اللزجة. يا إلهي، هذا مبلغ جدا، من الأفضل أن أبقي عيني مغلقتين. مهلا مهلا، أوقف الفيديو، أحتاج إلى بعض الوجبات الخفيفة قبل أن أكمل. أجل، لا أجل، سأدمر هذا المستوى بالتأكيد. هل يوجد مكان لي هنا؟ يوجد كرسي شاغر، سأحشر نفسي هنا فحسب.
أوه أخيراً، استغرقت وقتاً طويلاً لأصل إلى هنا، لكن كل شيء جاهز الآن وقد حان الوقت للبدء. من الأفضل أن أتمدد وأستعد للانطلاق. غضب هارم، سأتغلب على هذه اللعبة وسأحقق رقم القياسي في سرعة الركض بالتأكيد. ماذا؟ هل تظنون أن بإمكانكم إلقاء شخصياتكم غير القابلة للعب علي؟ ماذا يحدث؟ يا إلهي، لقد فوتت تحقيق رقم القياسي في سرعة الركض. ماذا؟ لوحة مفاتيحي، ماذا حدث لها؟ أزرار المفاتيح في كل مكان، لقد أتلفتها تماماً. انظروا إلى حرف W هذا. حسناً، علي التخلص منه. أحتاج إلى فعل شيء مختلف لإصلاح هذه المشكلة. والآن حان الوقت لإضافة بعض الإيبوكسي. لا أود الإفراط في ملأه. ها أنا ذا، ملأتها كلها وتركتها لتجف، والآن يمكنني إخراجها. انظروا كم هي ظريفة. والآن يمكنني وضعها في لوحة مفاتيحي. حسناً، يراودني شعور جيداً إزاء لوحة مفاتيحي الجديدة واللطيفة. حان وقت العودة لتحقيق الرقم القياسي في سرعة الركض. غضب عارم، هيا يمكنك فعلها. افعلي بشكل أقوى، أسرع. مهلاً، لقد فعلتها، لقد حققت الرقم القياسي. حسناً، أحسنتي. إليك جولة تصفيق. هذا الشيء لطيف ودافئ، لقد أعجبني كثيراً. ماذا تفعلين؟ علي الذهاب لبدء يومي. هل تركت الكوبة هنا لتويها؟ ألم ترى أنني أنظف؟ مهلاً، حلقة على الطاولة؟ كلا، ربما إن فركتها بقوة كافية فسأتمكن من إزالتها. مهلاً، لديها كوب آخر الآن، لقد تركته وراءها أيضاً، وقد ترك حلقة أخرى. لذيذ جداً، أحب هذا الكوب على شكل صاروخ. حقاً، إنني أتبعها في المنزل بأكمله. مهلاً، مجدداً، كيف يمكن لصاني شرب الكثير من المشروبات في أكواب كثيرة؟ وكيف لها أن تتركها في كل مكان توجد فيه؟ وعلى أي سطح؟ أشعر بالإرهاق، لقد كنت أنظف بشكل متواصل. ربما تبقى في الكوب شيء أحتسيه. شريحة برتقال؟ دعوني أضعها على رقاقة من البلاستيك وسأحضر مسدس الغراء خاصتي. سأرسم دائرة حول الشريحة بالغراء الساخن. لا ينبغي أن تكون دائرة مثالية، ولكن علي التأكد من أنها سميكة بما يكفي. سأضع المزيد فحسب لأجعل الطرف أطول وبشكل جيد. والآن لنجعل مظهرها أروع، سأضيف جليتر ذهبي. وحان الوقت لوضع الإيبوكسي. علي التأكد من ثقبه بحرص. علي التأكد من تغطية شريحة البرتقال أيضاً، وستحافظ حافة الغراء على الإيبوكسي في مكانه. والآن بعد أن تجف يمكنني إزالتها من القالب. دعوني أطلي الحواف، سأستخدم هذا الطلاء الذهبي اللامع. ها نحن ذا، انتهى حامل الأكواب خاصتي أخيراً. يا إلهي، إنه جميل جداً، لقد أصبح أجمل مما توقعت. مهلاً، تأكدي من وضع كوبك على واحدة من حاملات الأكواب هذا. حسناً، والآن بعد أن انتهيت من ذلك أحتاج إلى وجبة خفيفة. على اللحظة، ما هذا؟ من أين أتت كل هذه الأكواب؟ توقفي عن الهرب مني، لقد أمسكت بك، يكفي هروباً. حان وقت استحمامك وستستحمين. والآن لنبدأ بالفرك. ماذا؟ إنها مفقودة، كيف هربت مجدداً؟ إنها طليقة. أجل، أحب وحوشي، إنها الأفضل. ماذا تظنين نفسك فاعلة؟ هيا الآن. كلا، لا أريد الاستحمام، أكره الاستحمام. أنت أسوأ شريرة على الإطلاق. حسناً، إذن أنا شريرة، ولكني سأنظفك بالليف. كلا، لن تتمكني مني، لا تنظيف. يا إلهي، إنك تثيرين جنوني. مرحة، بطتي بارعة في السباحة، إنها الأفضل. إنها تحب بطها المطاطي. حسناً، يمكنني إنجاح هذا الأمر لصالحي. سأحتاج إلى كوب زجاجي كبير، ثم سأملأه بإيبوكسي شفاف. انظروا إلى كل تلك الفقاعات التي ترتفع إلى السطح. المزيد قليلاً، والآن سأضيف لوناً إلى الإيبوكسي. والآن يمكنني مزجهما معاً. علي التقليب كثيراً لأن الإيبوكسي له قوام سميك للغاية. والآن سأخذه إلى البط المطاطي. حسناً أيتها البطة، حان الوقت لتستحمي بالإيبوكسي. أود سكبه على البطة بأكملها لأتأكد من تغطيتها. بعد أن أسكبه كله سأحتاج إلى تركه يجف. أجل، لقد انتهيت. تدا، ما رأيك يا عزيزتي؟ واو، يا إلهي، إنها مشتتة تماماً. والآن حانت فرصتي لأنظفها. لا أصدق كيف نجح هذا. المكان بارد، هل نمت على الأريكة؟ أهلاً بشعر متشابك، ها هو المشط.
والكثير من الخردة. هذا مقزز، الأغراض مغطاة بشباك العنكبوت. إنه أفضل من لا شيء. لا يعمل كأنه مشط. لماذا شعري متشابك بشدة؟ أي، هذه الخصلة صعبة. أوه، هذا سخيف. هيا غادري شعري. أوه، هل كان كل هذا على رأسي ونزعته؟ كيف فعل المشط المسكين كل هذا؟ لا يهم، سأستخدم أظافري. هذا لا يعمل. هل يوجد أي شيء حولي؟ ماذا عن هذه الملعقة؟ أجل، استخدمي القلم ثلاثي الأبعاد لصنع أسنان الفرشاة. قد يستغرق ذلك بعض الوقت، لكن النتيجة تستحق العناء. يمكنك عمل الشعيرات بالطول الذي ترغبين به. واصلي حتى تغطي كل الملعقة. حان وقت قص الشعيرات. للنصف طول ممتاز. وحصلت على فرشاة جديدة. سأتخلص من كل الخصل المتشابكة الآن. سيصبح شعري حريرياً ولم أنفق قرشاً واحداً. هلا يبدو شعري رائعاً الآن. الإبداع رائع ومرهق. حسناً أيها الطلاب، من يعتقد أن بإمكانه إجابة هذه الأسئلة؟ أنا ماذا عن ساني؟ أجل، كنت آمل أن تقولي هذا. أوه، هذا مرتفع جداً. تفضلي طباشير، هيا ابدأي. لن أخيب أملك. يسرني سماع ذلك. يجري هذا جيداً. هذا جيد. لقد انتهيت. ما هذا؟ أيتها المعلمة؟ هل هذه مزحة؟ أعني، لابد أنها مزحة. لا يوجد تفسير آخر. إذن كيف كان أدائي؟ دعيني ألقي نظرة. أعني، هذا مثير للاهتمام. لست متأكدة بشأن هذا. اعتقدت أن الإجابة 4. وماذا عن هذا؟ ماذا عن؟ إنه الرقم 5. أجل، لست متأكدة بشأن هذا. كيف يمكنني إصلاح هذا؟ سأتولى الأمر. أولاً، أحتاج إلى قطعة طويلة من الورق المقوى. ثم سأرسم عليها الأرقام. هكذا تماماً. ثم سأفرغها. سأزينها بهذا الفرز. إنه يجعلها ملونة وزاهية. هذا ما أحتاج إليه تماماً. إنه كدليل لكتابة الأرقام. واو، هذا جميلاً جداً. يلا من فكرة رائعة. تفضلي، جربيه. سأضعه على السبورة. ثم سأستخدم الدليل لكتابة الأرقام. هذا أسهل كثيراً. أتمنى لو كان معي من قبل. كنت أعلم أن هذا سيفي بالغرض. لقد انتهيت. عمل ممتاز يا صاني. يستحق هذا علامة امتياز. أنا فخورة بك جدا. واو، حقا؟ هذا ظالم جدا. أمي؟ ما الأمر؟ انظري إلى هذا. هل يمكنني شراؤها؟ أرجوك. أجل، بالطبع. واو، لا أصدق هذا. هذه لأجلك. شكرا يا أمي. ما هذا؟ كرة ثلجية؟ ماذا أفعل بها؟ ماذا؟ ألا تعجبك؟ لقد أردت هذا. لقد تفعل أمي هذا بي. لن أستسلم. إنها تحتاج لإقناعها أكثر. يعتمد الأمر على الإلحاح. أحتاج إلى تناول المزيد من الألياف. أنت تحتاجين إلى هذا وأنا أحتاج إلى هذا. هل تمازحينني؟ حسناً، سأفعل أي شيء لأعيش حياتي بهدوء. واو، متجر الألعاب هذا رائع. من الأفضل أن أتصرف باحترافية. إننا نبحث عن هذا. لا تتوقف ابنتي عن الحديث عنها. أخبريني بأنها لديك أرجوك. بالطبع، إنها هناك. حقاً؟ ها، يوجد تخفيض عليها. هذا يوم حظي. مهلاً، لا يمكن أن يحدث هذا. ما الخطب؟ كلا، اللعبة. يبدو أنها نفذت. الأسرع يفوز. حظا موفقا في المرة القادمة. كلا، أنت لا تفهمين الأمر. أحتاج إليها.
علي التفكير في شيء ما. ربما يمكنني استخدام ذلك الورق المقوى. سألصق قطعا من الورق المقوى معا هكذا. أريد أن أصنع صندوقا. ستتدحرج الحلوى من هذا الثقب. سأضيف الآن عصيانة خشبية على الجانب. سأقطع وأكدس طبقات من الورق المقوى معا. سأمرر عصا خشبية عبرها من الأعلى، ثم سأضع رباطا مطاطيا على جانبي العصا، ثم يمكنني وضعها في الصندوق. سأضع هذه القطعة على الجانب ذي الثقب. سأسحب الرباط المطاطي وسأثبته على العصا الرأسية. سأفعل الشيء نفسه الآن على الجانب الآخر. ثم يأتي وقت الحلوى. حين أدفع الورق المقوى تسقط الحلوى من الثقب، ثم أحتاج إلى العمل على الجزء العلوي. ينبغي أن يكون مائلا، ثم يمكنني وضع اللوح الأمامي. سأضع هذا المكعب الزجاجي على الصندوق، ثم سأضيف غطاء سأملأه بالحلوى. هذه هي حلوى صاني المفضلة، ثم سأضيف وجها إليها. أريد أن أجعلها لطيفة. إنها تعمل. ما رأيك يا صاني؟ واو، إنها ماكينة هيلكا. اضغطي على الآن وشاهدي ما سيحدث. أوه، أحب هذا. أريد المزيد. اتركي بعض الحلوى لي. لا يمكنني أن أعدك بشيء. أمي، ماذا الآن؟ انظري إلى هذا، أنا أريدها. لكن لما أزعج نفسي؟ هل أنت متحمسة؟ أنت تنتظرين هذه الرحلة منذ أسابيع. أمل أن نرى أسماك قرش. لنذهب. وصلنا. مغلق. لماذا لم أتحقق من ذلك؟ سنأتي في يوم آخر. لا تسير الأمور كما نخطط لها أحياناً. هذه هي الحياة، ماذا عسانا أن نفعل؟ أعطيني البوبات. إن وضعت هذا الشيء هنا سيتحول إلى شيء ممتع. واو، إنه أخطبوط منزلي. كم هو جميل. أترين؟ إنه يسبح تحت الماء. أطلقي العنان لخيالك. يا لي من نوم ذكي.